أعزائي المشاهدين، عزيزتي المشاهدات، حصتكم راب نيوز كما العادة راهي بدات. حلقة اليوم نحكو فيها على هادوك الغاشي اللي ما يديروش حساب الصحة ياكل ويطاشي، حسب الاسطومة تاعه مصنوعة بالميطال يدمرلها اللي جات قريب يبني فيها الحيطان. سكر لاتاي ويعاونها بالشامية، المشكل أنه ما يريضش كرشها تغطي الأرضية. ياكل ويرقد ويحليها بليموناد، وكي يصحى من القيلولة يضرب 10 تاع دونات. موضوع صعيب وحلقة اليوم طويلة، نروحو نديرو الدورة لمراسلنا سي بوسطيلة. ما يسمي ما يغسل يديه، ما يطلق والو خونا ملوك. صاحبي مصرانك سايس عليه، خونا الله هطف الحومة معروف. ما يسمي ما يغسل يديه، ما يطلق والو خونا ملوك. صاحبي مصرانك سايس عليه، خونا الله هطف الحومة معروف. أعطيني كرشك نطحن بها القرمود، صح على الأقل تنفس يرب المعبود. خويا العزيز الماكلة تبغي النظام، ركز فيا ومسح من خدك لي دام. تعش نظام اللي راك تهدر عليها، ناس سموني ناكل الريجيم تاعك بخربيه. هادي الكرش راني صرف عليها، درهم كبار ومشاوي راحوا فيها. كي تجي حاجة في قلبي أنا والله ما خليها، كرشي تبغي تقلاش مادامها تكبر نبغيها. نبغي نغمس نبغي نشم خراغيف، كي ننضغ ندير الحس ما تقابلني شيدة تعيف. النظام الغذائي حاجة ضرورية، لا باغي تعيش هاني كتر الزرودية. والخضر والفواكه الموسمية عندها فائدة كبيرة، هادي اديها عليا. خطيك من ليدم خطيك من زيت القليان، فور ركول تحس روحك راك عادة كيما الغريان. للمزيد اليوم جبنا لكم أخصائي يزيد يتكلم منا على النظام الغذائي. شكرا. نبدأ بالبسملة وموراها نتكلم على السنن مهملة. أولا شرب المياه حاجة لازم تكون، وما تسقسينيش لياه. اختك من السكر هو المرض الأكبر، مادام يزيد في دمك مادام يولي أخطر. الرياضة والرياضة والرياضة، زيادة الوزن هي مرض العصر هذا. شكرا لك على هذه المعلومات، شحال من واحد كان معنا فجأة وقالوا مات من حالات التسمم اللي راهي بالألوفات. خونك لا حتى مصارينا تنفخوك البالونات. بلا عليك فريت وبهداك التمن، تقدر تشري تفاحة ولا حبة بنان. واش من بنان اللي سكت به الجوع، سيد باش يبنش يضرب وحدة مطلوع. سمعتك تعذر على النظام الغذائي والأكل الصحي، انت والأخصائي شكوني نجم ينظم الغذاء. راك تشوف المرشيات راهي تلهب بالغلاء، والمواطن البسيط ما ينجمش ياكل هلثي. ورمضان والعيد والدخلة وكل واحد يقول له دلتي. بالصحة علاش والدينا بكري ما كانوا، ما يمرضوا ما والو كيف ما رانا احنا نعانوا. ما تدخلها ليش في النية والبركة، السر في القناعة شريكي والحركة. أما الآن نروحوا للدوار مع بلوفة بن قلال باش يجيب لنا الأخبار. أيوة بلوفة، هالي هالي هالي. بلوفة الهنا سيري سير، اطعام بروة ومزوقها بالتعمير. عمك القادري طهر ولد البنت، داير عرضة في الطوار وملايم مصحاب القنت. ولاد الجنية جايبين معاهم المغارف، مجوع روحه يومين وتالي فيهم حالف. صدموا عليها حلال حرام ديك المايدة، عمك القادري ما لقاش معاهم الفايدة. يا خويا بلوفة هذي طارة، عرض غير العرض تلايموا عليا الزكارة. ياكلوا ويزيدوا ويخلوا الغاشي تستنى، وكي نهضر يقولوا قادري ما يعرفش القمنا. ها راني صارف دم وفادي على هذا الوعدة، لا فايدة لا راس المال راني متسلف في الوحدة. مهم بلوفة خويا انا خليك، لا باغي تاكل لقفز وشمر على يدي. شكرا بلوفة على هذا التدخل، دروك حط المايك ونافيكي بالا باش تاكل. اما الان روحوا للشكايات كيما عودناكم نحكوكم حكايات. خفي خفي جيبي الاكسجين، راني باغي نموت وانتي اللي هي فلونتي
سير عندي بالون مو شوفي مصر راني كراه كيت الحار حتى صار في قولوني اضطراب. ايوا اسكت عليا راني جايه مليح لك باش تعرف شاتك والخطره الجايه راني عايا ما تزيدنيش الهم تاعك لو كان خمم تقبل ما تهلك كفادك. سخفت عليها الله غالبك وشفتيها هذيك الشخشوخه بالحار تبكي عليها اي على كرشي الدنيا نخليها لا بغى نشوف الموت كي تشبع هي نفريها اللي ياكل راسك باش تتهنى. اي شوفو كيراني كده اللي مصراني اي حطي عصباني راني شوف فيك عيناني. اي شوفو كيراني كده اللي مصراني اي حطي عصباني راني شوف فيك عيناني. والان في ركن قلبي وقلبك عند البوشي اللي اغلى راهم بوشي واللي قلبه راهم توشي تقدر تعبر ولا تقول ولا تبكي قاع لي سنتيمو اللي في الكون فرخهم مرتاح. ايوا غدوة غادي ندير الملفوف والعصبان بليزي بيس خلي يقولوا عليا ملهوف. اه يا ربي ما قديتش غدوة غادي ندير الملفوف والعصبان بليزي بيس خلي يقولوا عليا ملهوف يوسف. اه يا ربي ما قديتش وهي يا وهي جوعتيني انت يا وهي يا وهي كي دايره الحوليا وهي يا وهي جوعتيني انت يا وهي يا وهي كي دايره الحوليا قبل ما نشوف الهوف ومع هاللوبيا بكر عين بعيني انا كل وشوف بقوادي لاري وقيتي قبل ما نسوف وزلوف ومع هاللوبيا بكر عين بعيني انا كل وشوف بقوادي لاري وقيتي. وهي يا وهي جوعتيني تيا وهي يا وهي كي دايره الحوليا وهي يا وهي جوعتيني تيا وهي يا وهي كي دايره الحوليا. أعزائي المشاهدين كيما كنتوا تشوفوا معانا حصتكم راب نيوز واللي كان معاكم أنا نشكر حسن الاستماع خوتي نشكركم كاع. إلى ذاك الحين غادي نديروا اجتماع نهضروا فيه على الموضوع اللي غادي نطرحوه في العدد الجاي باش انتوما تسمعوه. خوتي راسلونا حنايا نشاوروكم على راب نيوز و@gmail.com.